عمارة الحاسب هو عبارة عن ألمية تم دراسة تصميم مكونات الحاسب وتطور فيها التصاميم وفق التطور التقنية، حيث سوف نقوم بشرح ديزاين أساسي لمكونات الحاسب وهما لوحة الحاضنة، ماذر بورد، الذاكرة العشوائية. أنا بقوم بشرح ماذر بورد، باقي مجلس بشرحها ثاني. لوحة الحاضنة، لوحة الحاضنة هي القاعدة أو الأساس الذي يبنى عليه الحاسب دوره، يكمن في ربط قطع الحاسب بعضها ببعض وتنظيم عملية الاتصال بينها. كذلك تقوم اللوحة الحاضنة بعملية تعريف نظام تشغيل مكونات الحاسب. اللوحة الحاضنة أو المذر بورد اسمها يعني مخترع مو أساس، لأن هي مذر بورد مو تسمية دقيقة جدا. إذا اختار وصف اللوحة لأن هي مذر بورد أو اللوحة الأم، لأنها تجمع كل القطع تقريبا تتصل بها تحتويهم من الذاكرة أو توصيلات الكروت والمعالج والرام من هذه الأشياء. طبعا المذر بورد تحتوي على عدة توصيلات وأشياء وحدات، ومنها قاعدة المعالج سيركت والدائرة المتكاملة المجمعة نورث بريدج وساوث بريدج، وفي بعد وحدة قطعة الذاكرة الدائمة المتضمنة نظام الإدخال والإخراج بايوس، فتحة توصيل وحدات الذاكرة رام منافذ الإدخال اي او بورتس اللي هو انبوت و اوتبوت، وحدات إدخال وحدات إخراج، البطارية والمقابض. قاعدة المعالج هي عبارة عن قاعدة مربعة الشكل تتضمن عددا من الفتحات أو عدد دبابيس في ظهر المعالج. هذا المعالج طبعا في لون يمكن ما تقدر تشوفه، في تحت دبابيس حق يثبت في هذا اللوحة الخضراء هذا المعالج، وهني في فتحات الدبابيس تدخل من داخل وتنشمس بعدين وتثبته. قبل شراء أي لوحة حاضنة يجب تأكد من توافق قاعدة المعالج في اللوحة الحاضنة مع المعالج نفسه. يعني في بعض اللوحات الحاضنة ما تركب عليها أي أنواع من المعالجة على حسب الحجم يعني أو عدد الدبابيس، فالكل جيل معالجات له قاعدة متخصصة تختلف عن الجيل السابق. فمثلا قاعدة معالج i7 هي 2011، أما i5 فهي 1150. يعني الشباب قبل ما نشتري أي مذر بورد أو معالج لازم ننتبه لقاعدة المعالج اللي تكتب كيف بالإنجليزي. كل معالج له قاعدة خاصة، مثلا i7 هي قاعدة 2011. أشوف المذر بورد حقي هل 2011 قاعدة المعالج حقتها 1150 تبع الـ لا تمررها بس كذي ينفع. ما أحسر نفسي أنا ترى ما يكتب على اللوحة الماضية. إيه. هي الدبابيس، هذا المعالج من قدام. هذا المعالج. مربع من دوار الدبابيس مكان لا يثبت. دائرة متكاملة المجمعة عندنا ثنتين نورث بريدج وساوث بريدج. أحد يعرف وش هو نورث وساوث أول موقع هذا؟ أمارج نورث صندوق رج قريبة من المعالج، يكون فيها الدوائر الأساسية لتوصل لتربط بين المعالج صندوق رج اللي هي هم نفس الشيء تربط الرام المعالج هم الذاكرة الرئيسية الفروت وباقي المنافذ المخارج، يعني كل واحدة فيهم تكمل الثانية. طيب تقول كلمة النور طبعا اللي هو شمال العربي والساوث الجنوبي، طبعا نفس الشيء واحدة فوق الشمال واحدة تحت. نورث بريدج زي ما قال البصارة تتضمن دوائر الكترونية اللازمة للتوصيل بين المعالج والذاكرة الرئيسية وتكون قريبة من المعالج، يعني دوائر المعالج هي تكون قريبة منها وتكون توصل الدوائر الكترونية اللازمة للتوصيل بين المعالج والذاكرة الرئيسية. الساوث بريدج تتضمن دوائر الالكترونية اللازمة للتوصيل بين المعالج ومنافذ الادخال والاخراج اللي هو الانبوت والاوتبوت، يعني مثلا الفلاش ميموري او الديسك وهذه الحاجة، وتكون هي تحت. ماشي كلام.
الفيروس هو البرنامج الذي يبدأ في العمل عند تشغيل حصل لأول مرة. أول مرة يعني مو بس أول مرة تشتغل الكمبيوتر وتشغل تشتغل، لا كل مرة تبدأ تشغل الكمبيوتر إذا كان تطبيق تبدأ قبل إقلاع الجهاز يعني قبل ما يبغى شعار ويندوز أو ما تشغل الجهاز. هو لما تشتغل عندكم شاشة سوداء ويطلع الكلام هذا اللي باللون الأبيض قبل لا تبدأ تشغل الكمبيوتر هذا بالضبط. طبعاً في زر تستخدم زر ديليت أو اف 5 عشان تبدي أو غيره من الأزرار بحسب الشركة المصنعة. أنا على حسب الشركة ومصنع اللوحة الحاضنة بحسب الجيل كما يختلف شكله من شركة لأخرى من جيل لآخر والصورة تبين ذلك. يعني في فرق في التصميم طريقة أو الأزرار اللي تشغلها من جيل آخر حتى بين الشركة نفسها من جيل آخر يختلف. يعني يعني شباب الجيل السابق ما كان يسمح لك تستخدم الفارة، أما حين عاد تستخدم الفارة تستخدم الكيبورد تصميم ذكي وتصميم جميل تختلف من سنة إلى سنة ومن شركة لشركة. زي ما تشوفوا هذه المذربوردات اللي أجهزة مذربورد X99 شوفوا كيف شكلها تحسن. للأسف أنا ما جبت لكم صورة قديمة يعني. هذا شكل واجهة برنامج البيوز القطعة بيوز البرنامج اللي داخل اللي قلته الحين انت فتحة توصيل احداث الذاكرة عبارة عن مجموعة من مزدوجة توصيل الذاكرة بعضها ببعض. فلان الطابعة كان توصيل كيبل انترنت وكان توصيل مثلا بال USB بالبروجيكتر مثلا حتى الميكروفون السماعات فيه. طبعا اخراجه هم نوعين وحدات اخراج وادخال، يعني انك تدخل للحاسب معلومات او تخرج من الحاسب معلومات. بعضهم مزدوجة مثل الـ USB تقدر تدخل وتخرج منها تسحب للكمبيوتر وتطلع. البطارية هي البطارية الخاصة بالمحافظة على المحافظة على البيانات في الذاكرة التي تكون بحفظ التاريخ والوقت في حالة فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء. يعني لما تطفي الكمبيوتر في بطارية تكون صغيرة تخزن الطاقة علشان الوقت والتاريخ ما يتغير. تطفي الكمبيوتر تفكر من الحين المفروض الوقت والساعة وقفت ما تشتغل، بس في بطارية هي اللي تخلي الوقت والتاريخ يحفظ. قاسات اللوحة الحاضنة المفروض تشرحها أكثر. قاسات هي مو بس تشوف اللوحة الحاضنة، تبعث أجهزة أخرى مثل صندوق مال حاسب الكيس، وقد تجي بعد في مشروع رام، او قد تجي في اشياء كثيره. الحين احنا حديثنا اليوم راح يكون عن مشروع مقاسات اللوحه الحاضنه، وقد يسموه بعض الاحيان يعرفوا عالميا فورم فاكتور. طبعا اللوحه الحاضنه مقاسات عده، كل مقاس يستخدم في نوع محدد من الاجهزه. مثلا ATX هو طبعا مو اكبر مقاسات، في اكبر منه، يستخدم عاده في الاجهزه المكتبيه الديسكتوب. هذا وش المميز فيه؟ طبعا كيف تقدر تحددهم بافضل شكل؟ طبعا غير الحجم، الحجم بيعطيك الطول في العرض، بيعطيك بعد عدد كود التوسعة او فتحات التوسعة. الـ ATX عادة يكون فيه كم فتحة توسعة؟ عادة في العرض اربع. كمل الحين نشوف كل واحد مميزات. الـ ATX زي ما قلنا النوع الاول هو طبعا اكثر شيوعا في الاستخدام بشكل عام، يستخدم طبعا في الأجهزة الديسكتوب وأكبر حجم لوحات الحاضنة. في نوع آخر أكبر منه قد يستخدم في وشو في السيرفرز في الأجهزة القادمة، بس الحين إحنا ناخذ الأجهزة الأكثر شيوعا في الاستخدام. كمل. طبعا ملاحظة شباب كل الصور اللي شفتوها كانت بحجم ATX الشرائح السابقة. مايكرو ATX هذا وين قد يستخدمه؟ قد يستخدموا في الأجهزة المحمولة اللابتوب وإلى آخره. نلاحظ إني فرق فوشو في كود التوسعة يعني أصغر. يقول لك ليش؟ يقول لك أنا في اللابتوب ما راح أحتاج أضيف لأجهزة واجد، يعني ما راح أحتاج أضيف مو ماوس مثلا، يعني منفذ حق كروت توسعة إلى آخره. أنا طبعا
راح يكون اصغر. هذا الخيار يستخدمه في وشو خلي يستخدمه في الاجهزه بعض الاجهزه المحموله الصغيره، وخلي يستخدموه في الاجهزه المساعده مثل المترجمات خلي يستخدموه في الاجهزه. هلا طبعا وش الشركه اللي تبدع في هذا النوع من الانواع الحاضنه؟ الشركه طبعا انت المعروفه هي دائما رائده في صنع معالجات مايكروبروسيسور، بس لكن هي من الاتوم تجي يعني في المنافسه، قد تجي في شركه اي ام دي فتدخل اليوم في المنافسه. كمل. نانو اي تي اتش اصغر من اسمه طبعا مايكرو يتدرج نانو، يستخدم هذا قد يستخدم في الجي بي اس وبعض الاشياء في المنزليه ممكن يستخدم من حجم صغير، ويقول لك وشو انا ما احتاج اضيف فيه زياده خلاص. المذر بورد اللوحه نفسها اللي فيها يكفيني، ما راح احتاج اضيف فيه اي شيء، فيقلل لي من حجمه ويزيد من كفاءته نوعا ما. اخر شيء في تي اكس هو طبعا هذا اكبر انواع، ونلاحظ فيه وشو العدد من كل توسعه، اذا كان اكثر من اربع فهو غالبا ما ينتمي للاي تي اكس، ينتمي للبي تي اكس. هذا يستخدمه يعني ممكن في اجهزه وشو خادم، قد يستخدم في الشركات الكبيره يقول لك انا ما محتاج في حجمه، اهم شيء يعطيني كفاءه عاليه في كل شيء، فيقول لك عادي لو ازداد الحجم شوي. مجد زي ما تقول الحاصل يحتاج منافذ كثيرة عشان الإدخال والإخراج. في عندنا هنا أنواع من منافذ الإدخال والإخراج، وعندنا المنفذ الـ VDA. طبعا هذا يستخدم توصيل الشاشة بالحاصل، يعني زي أي شاشة توصل بالحاصل ضروري تستخدم هذا المنفذ. ما عندنا هذا المنفذ الثاني يسمى دي بي اي، يستخدم توصيل المصادر الرقميه مثل الفيديو الرقميه مثل الكاميرا والشيء زي كذا. في هذا الاتش دي ام اي ويستخدم نقل اشارات الفيديو والصوت، يعني مثل اذا جيت مثلا تشاهد مثلا زي كاس العالم مثل ميد والشباب من الانترنت خلاص، من يعني لابتوب يشغل المباراة برابط او شيء ويوصلها على طول بالـ سي دي ان شاء الله مثلا في البيت. ضروري يستخدم هذا المنفذ. طبعا هذا المنفذ اللي تحته الديسبلاي بورد ينقل اشارة الفيديو والصوت نفس الـ HDMI، بس انه يعني مثلا انت ما عندك مثل لابتوب يمديك يعني يمديك تشغل عليه المباراة أو أي شيء، فعندك أنت مثلا جهاز مثلا جوال أو في هذه وصلة صغيرة يمديك تشبكها على الشاشة على طول، وهي تحل يعني محل بدال الـ VGA والـ DVI. عندنا آخر منفذ هذا الـ Thunderbolt، هذا وظيفته نفس وظيفة Display Board، بس انه يفرق يمكن بالحجم وهم يعني مشابه له على طول، ما في اي فرق بينه وبينه. عندنا المنفذ هذا اللي هو ايفنت بورد، يستخدم توصيل حاصل كابل من الشبكه المحليه، يعني نفس اول طريقه الانترنت انك ما يمديك بالوايرلس، فعلى طول توصله بواير تليفونه من شيء. عندنا هذا المنفذ هو مجموعة من المقابس الملونة الصوتية، هو اللي تعرفونه يعني بالمايك مثلا تبغى توصل مايك، تبغى توصل سماعة أو ستيريو أو أي شيء من هذه المقابس اللي يمديك توصل فيها. عندنا هذا المنفذ اللي هو اليو اس بي، طبعا هذا اليو اس بي ثلاث موديلات، في يو اس بي 1 يو اس بي 2 يو اس بي 3، تختلف يعني بسرعتها، كل ما زاد الموديل يختلف بسرعتها. المنفذ قبل الاخير البي اللي هو بير وير بورد، يستخدم توصيل اجهزه الوساطه المتعدده
ذات السرعة العالية. وعندنا الإيسات اللي هو الأخير ويستخدم التوصيل لأجهزة الحفظ الخارجية مثل الهارد ديسك أو شيء زي كذا، لأنه ما يمديك توصله على طول، لازم توصله. فهذا عن الإيسات. بس باقي نقطة الذاكرة العشوائية. منذ اختراع الحاسب ظهرت أنواع عديدة من الدواتر، ولكن النوع المستخدم والسائد حاليا في كل الشركات ذاكرة عشوائية ديناميكية ديرام موجودة في طبعات المدرسة. انواع الذاكره دي اي ام ام والاس او دي اي ام ام والاس اي ام دي اي ام دي اي ام ام هذه حقت الحسابات المكتبيه اللي هي زي الديسكتوب، والاس او دي اي ام 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 في اللابتوبات. بس اي ام هذا نوع قديم ما حين ما في زي يعني تقريبا، بس ما قلنا طبعا استخدم ذاكره في الحسابات المحموله اللابتوبات اللي هي الاس او دي اي ام. هذا النوع قديم من الدواء كان يستخدم في اللوحات الحاضنة القديمة على قولة قضاوي منذ الجاهلية ما هي موجودة الحين. دائما هذه فيها أربعة أنواع، دي دي آر 4 هذا أسرع نوع وأحسن نوع، دي دي آر 3 ودي دي آر 2 دي دي آر ودي دي آر. دي دي آر 4 أسرع الأنواع وأفضل الأنواع وأغلى الأنواع بعد. الآن يصل سعرها إلى $300، ما توقع موجودة في السعودية أصلاً. ها؟ بس في أمازون. دي دي آر 3 ظهرت هذه في عام 2007 واكتسحت السوق وكانت من أسرع الدواتر قبل نزول دي دي آر 4. الخرم في يسار الذاكرة. دي دي ار هذا النوع من الدواكر قديم جدا، حتى يبلغ اقصى سرعه نقل البيانات لهذه الدواكر 1006 مليون نقله في الثانيه، ويوجد الخرم في منتصف مصر التوصيل. نوع من دواكر الدي اي ام دي دي ار وابطاها سرعته الى 400 مليون نقله في الثانيه، الخرم يمين مصر التوصيل. وهي اول نوع من الدي رام كانت. درجنا احنا من احسن شيء لا. ايه نعم. الله يعطيك العافية.